يعني هو بخير وما في إلا العافية. كيف هو بخير وما في إلا العافية؟ هو رد للصغر مرة ثانية جالس يسأل عن ماماته وتقول إنه بخير. صدقيني يا أختي، هذا مجرد انفعال واضطراب وقتي، وهو اللي مسبب له هذه الحالة اللي أنت تشوفيها. يعني أفهم من كلامك يا دكتور نحن ممكن نسمي الحالة هذه حالة عرضية؟ يعني بالضبط يا أبو زاهر، هذه حالة عرضية. وأنتم ما تشوفوها الحين كيف مستسلم للنوم على طول؟ يعني دكتور، هذا لما يصحى من النوم الحالة العرضية هذه بتروح عنه ولا كيف؟ احتمال لا واحتمال أيوة، ما كذا؟ صدقيني يا أختي، إذا أنت بهذه الطريقة راح تكونين في حالة أصعب من حالته. دكتور، أنت ما تعرف اللي أنا حاسة فيه، هذا زوجي وما إلي غيره. أنا عارف، لكن ما في داعي لهذه العصبية. أنت من المفترض أن تكوني هادية عشان تقدري تساعدي، وهذا الكلام موجه لكم كلكم. أمري لله، بعده بعد إيش أقدر أسوي؟ المهم الحين حالته مستقرة، وإذا استمرت على هذا الاستقرار إن شاء الله بيطلع من المستشفى بكرة. وإنتوا الحين الله يخليكم على بيوتكم. لا، أنا ما بتزحزح من مكاني وزوجي موجود هنا. الله يكون في عونك يا أختي يا هند، ترى تقادير. تقادير نعم، لكن بفعل فاعل. يا أخت هند يا أخت هند، هذه الأشياء تحصل، المهم إنك أنت ما تشيل في نفسك على حد. شكرا للأخ. عفوا الأخت. دكتور أحسنت. يلا طيبة، يلا 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 يلا، مع السلامة. مع السلامة. سوق مسقط للأوراق المالية، كم وصل سهوته؟ سهوة؟
أقول لك لا، رواني ربطت فلوسش كبر، معنى هذا أنه هو عنده فلوس ما محتاج. سلام طول عمره صاحب سبع صنايع، يعرف البيسة من وين يجيبها، ما حد يعرفها مثلي أنا. في شغلة ما اشتغل فيها، حتى المقاولات نافسني فيها، يريد يتفوق علي أنا بالذات في كل شيء. زين أنت ليش شاغل بالك كذاك؟ يا الدهقة تو هو عقب ليش باغي يجي عندنا ما دام إنه ما محتاج؟ قولي لي. زين تراهم قالوا جايين يسلموا علينا. يسلم علينا؟ يوم مات عمي العسام جاي يسلم علينا. أنا أقول ما دام إنه عنده فلوس يعني هو ما محتاج، بالعكس أنت محتاج لوجوده علشان تعرفوا اللي في الوصية. هذا اللي أنا جالس أفكر فيه. لا وبعد هذاك الثاني المحامي نافع يقول إنه في أشياء كثيرة وعويصة ما نعرفها عن عمنا العسم. إنزين أنت ليش تفكر وليش تعب نفسك؟ روح ارتاح. اسمع أنت هذه بعد، أروح أرتاح وسلام غاد على الصغر. وعذابي قلتي لي هذا اللي صار. والله أنا كنت خايفة عليك يا سلام، بس الحمد لله على سلامتك، ويا رب يا رب إن شاء الله ما ترجع لك ذي الحالة مرة ثانية. حتى لو رجعت الحالة مرة ثانية يا هند ما أريد تشغلي بالك علي، تراني برد طبيعي مرة ثانية، ما يهمك أنت، المهم حارب. هلا تذكرني باسمه. سلامات سلامته من الموت ان شاء الله. سلام حق يا هند. انا ما قصدي والله، انا قصدي شريف، انا قصدي اقول سلامات يعني جاي اطمن على ود عمي. سلام 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 سلامات. لا انا عرفت ان قصدك.
هند الله يهديك، ما عليك تمسكي على حارب كل كلمة جالس يقولها. هذا ولد عمي وعزيز علي، ما كذا بحاله كذا اكو نص والله. معلش هند الله يهديك انت، هذا ولد عمي. بعدين والله سلام، لو ما تهزك وتقدرك انا برد عليها والله، ما عجبني كلامك. لا لا اخوي، لا لا ما يخفى عليك، اخفى عليك، احنا اخوي ولاد عم حبايب. ليش واقف؟ ليش تريح؟ شوف لك لا لا الله يسلمك، انا تو جاي من عند الدكتور راشد. يقول الدكتور راشد ان صحتك زينه والحمد لله وممكن تطلع، جاي اوديك البيت عندي عشان ترتاح، وبعدين هنا في لطيفة تنتظر في السيارة. ما يصير. لا والله لا تنتظرنا ولا شيء، هو بعدين سلام ما بيجي بيتك، اللي شافه منك يكفي. لا الله يهديك يا هند، معلش الله يهديك، لازم ابغى ارتاح، ابي ارتاح شوية، وما برتاح الا بيت ولد عمي. صحيح حبيبي، ما قصدانا عنك، احبك اعزك. عارف عارف. سلام، انت على ايش ناوي؟ بتجيك لألوم. تصدقي يا هند، حارب البارحة ما نام لحد ما تطمن على ترتيب الغرفة اللي فرشناها عشانكم عندنا في البيت. فيه الخير، بس نحن ما بنجلس دوم عندكم، المهم انكم تكونوا عندنا. نعم الحمد لله، البيت واسع والخير موجود. اقول ولد عمي سلام، ان شاء الله البارحة نمت زين يعني، ارتحت شوية. من ناحية نمت، لكن كل ما جيت اغمض عيني يا اخوي يجيني احد من الشياب في الحلم، واحد يامرني والثاني ينهر فيه نهر. والله اقول ما حد منهم قال عني شيء ولا شيء يعني. عمك عيد العسم قال اشياء كثيره عنك حارب. والله عمي هذا عمي يحبني. ايش قال عني؟ ايش قال عني؟ ايش قال عني؟ قال اشياء تفشل صراحه، فضحك في الحلم صراحه، فضحك. يا سلام، هذا يعني مجرد حلم يعني، انت قاعد تحلم، انت قاعد تخرف تقول اي كلام يعني، ما حقيقه يعني. هو صحيح مجرد احلام، لكن بصراحه عمك عيد شخلك شخال. اقول حارب، قول 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 قول. انت صحيح لما كنت صغير تسرق دجاج الحله؟ طبعا لا. ايش هالكلام سلام الله يديك؟ المهم انت مرتاح الحين؟ مرتاح؟ مرتاح. تغير الموضوع، ها تغير الموضوع، ها بعد ما كملت. ما علي يا سلام، ما علي. من نوصل البيت اتكلم وسولف على راحتك، تو ارتاح شوي، ارتاح. ارتاح زين، استعفى. انا ولد عمك حارب، ما تعرفني انا؟ انا بشكلت، جيب شكلت الحين بسرعه، بشكلت بشكلت، جيب شكلت بسرعه. وغيابك يا حارب وغيابك. شكلت
بسكوت ووي اي بسكوت باقي بسكوت مملع بسكوت مملع بعد انزين ابوي انزين بجيب لك بسكوت مملع بس انت نامك تحت طف 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 هنا وقف انت ما تعرف تسوق طف لا يكون انت باغي تسوق وهذه حالتك لا هنوت هي اللي بتسوق من هندوتك هذه بعد انا ابوي هنوت النوتي بتسوقي ولا لا؟ ان شاء الله ان شاء الله حاضر بسوق اللي تبغاه بيصير بس انت هدي عمرك. هلا وقف حارب وانت روح ورا اجلس مع حبوتك. اي حبوتي هذه؟ اي حبوتي هذيك زوجتي لطيفه؟ ايش هالمصيبه هذه؟ ايش هالمشاكل هذه؟ اوقف وابوي زين 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 موقف لحظه. سلام هدي عمرك سلام. لا حول ولا قوة إلا بالله وغيابك يا حارب وغيابك. لحظة وقفت ها. ايش هالبلية؟ وقفت وأمري بالله. صبر يا حارب صبر اذا طول ردوا المستشفى يكون احسن هذا شيء هذا الحاجه سودت الويك حاجه نعم صحيح نعم كانه خليه يقوم شفت عنه خليه نام انت بالنا بحياتك الحمد لله رب العالمين هند خير سلام نعم ليه تسوق سياره الرجال حارب ايش فيك؟ ما قادر تسوق سيارتك؟ قادر ابوي اسوق غصبا عني قلت هندودك تسوق خلي حرمه تسوق وانت جالس ورا افا افا ما عيب عليك ما تستحي؟ الله العظيم هذا الرجال وغيابك يا حارب وعذابك الو السلام عليكم كيف حالي؟ والله بنت حلال توني ناوي اكلمش نعم لا والله الحين ما يصير لكن لما تاكدي اني مراعي كل اللي يدور في خاطرك ولا يهمش يلا مع السلامه ايه الله يعلم لما الظهر كيف بتكون الامور هذا انت؟ انت مو قاعد تسوي تخيل ان شاء الله باغي شيء؟ وصلني للحديقة حديقة تو سلام؟
تقصد حديقة الجن؟ جن شلوك إن شاء الله. يلا تحرك وديني الحديقة. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيش هذا المحنة اللي أنا فيها؟ جبة توديني؟ تعال شوي تعال بغنك أنا شوي. تعال تعال يا هدي تعال يا معلم. سلام، انت هنا وانا ادور عليك. شيمة كان في شيمة شلي زوجش بغي يروح الحديقة وديها، انا بغي ننام ولكن لا ما ما لازم توديني ابا اروح الحين. لازم توديني الحين. زين ابوي انت روحت ونام، بكره بوديني. زين ما تكذب علي، اعرفك كذاب. لا ما بكذب عليك، بيوديك الحديقة بكرة. ما كذاك حارك؟ كذاك أبوي كذاك، بس طفري عني، باغي أروح أنام. توديني المجمع؟ أوديك أبوي المجمع وتشتري لي حلاوة وسيكل غصب عنه. بشتري لك حلاوة وسيكل وسيارة هين كبرها، بس خلصني وسيق فيه سير نام. ما 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 ما, ما, ما. سلام، خلي ادخل خلي العب النام. ابا يلعب اتاري، ابا يلعب معي. ما يا مثبت العقل، يا مثبت العقل، ثبت عقلي يا رب. شفتيه طار، يعرفني بفوزه بهزمه، يعرفني. سلام، خلي ابوي يدخل نامسه. ما 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 من حل عندي هذا العفريت اللي جاني اللي هو اسمه سلام. يا اخي شوفوا لي حل. يا حرب يا حرب، انت بهذه الطريقه ما توصل للنتيجه، ولا ايش رايك يا رشيد؟ ابونا العزيز لازم يتذكر اذا كان ناسي انه العم سلام ما في حالته الطبيعيه، وانه هو ايوه واني انا سبب في الدهوقيه اللي هو فيها الحين. انا لو كنت اعرف كل هذا يصير كنت خليته يغيب يطفر، ما مسكته من ايده وطاح على راسه وبهذلني وتعبني. ما يقول لي باغي اتاري، ما يقول لي وديني البحر، ما يقول لي جيب لي شاكليت. احنا قاسين نربي اطفال احنا؟ فعلا غريبه، حاله الانهزام ما مطلوبه في الحروب يا ابوي. انت ابوي غيب غابت عينك انت وحروبك، بعد هلكتني عذبتني انت. حارب العسم انهزم امام طفل صغير، فعلا غريبه. كلام رشيد صح يا جماعة الخير. بعدين يا جماعة تراني أنا جاء عندي موضوع مهم الله يهديكم. لا 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 لا،
كل الامور تلغى تتاجل لحد ما تشوف لي حل مع سلام والحاله اللي هو فيه. الحل انك توديه المستشفى. ترى هنا العذاب يا نافع، هنا العذاب. كل ما نجيب له سيره المستشفى يطلع طبيعي، تروح عنه الحاله. واذا اصرينا ودينا المستشفى بيقولوا عنا هذا انسان طبيعي ما في شيء، يعني احنا بنطلع كذابين بعدين. هنا هنا المشكله. المواجهه. المواجهه سبيل لانهاء بعض الحروب. انت تقوم تغيب عن وجهه تروح تغيب. والانسحاب مطلوب في حالات مثل هذه. لا ولا قوه الا بالله. تبغى الصراحه؟ كلام رشيد صح. ليش ما تواجه سلام بالحاله اللي عنده؟ واجهته يا نافع، والله العظيم واجهته، واجهته، واجهته. انت تعب ويقول لي؟ يقول لي حارب انا يوم تجيني الحاله الطفوليه وديني روضه. الروضه. انت تضحك وانا مقهور؟ ابوي بدل لا تضحك شوف لي حل ارجوك. الحل عند الدكتور راشد جارك. يا نافع بنرجع للمستشفى والسهر والانتظار مره ثانيه؟ هذا وحده هلاك هذا. انا اقول نكلم الدكتور راشد يجي عندك انا في البيت، هو بالكاد بما انه درس حاله سلام فاكيد عنده الحل. شيما كان فيك شيما. اذا تقدر قول له. قول له حارب تعبان ما ينام طول الليل وفاض بيه الكيل. وعذابك يا حارب من سلام وعذابك. معقولة لطيفة بنفسها تجيب الشاي والشغالة موجودة؟ سبحان الله، ايش هذا التغيير؟ عرفت إن قصدك، لكن انت تستاهلي كل الخير. ما قلتي لي هند ليش خليتي حارب يذبح كل الاغنام وخليتينا نوزع اللحم؟ يذبحن ويذبح غيرهن. المهم سلامي يرجع مثل الاول واحسن. تفكيرك راح للسوالف الضر والحسد. والله زوجي ما طاح الا في بيتكم. ايوه بس ما حد يفكر بطريقتك هذه الايام. حد كل واحد ونيته. بس اظن لو هذا الموضوع صار مع زوجك حارب كنت سويتي اكثر من كذا. ها عجبتكم الغرفه؟ هي عجبتنا عجبتنا. هند انا اكلمك، ايش فيك؟ هاتي سلام. سلام؟ سلام مع رشيد؟ ولو ما لازم يغفل عن عيني ابدا. تعرفي انا في كل لحظه اتعلم منك شيء. يعني انتي ما تخافي على حارب؟ عشره عمر يا هند. تعرفي حارب طول الوقت مشغول بالشركه والمقاولات، ولما خسرت انشغل اكثر. تكفي الديون اللي عليه. واحد ايش يقول؟ ها؟ ما يقول شيء. اقول هند سلام ايش اشتغل؟ الحقيقة يا ولدي يا رشيد انا تاجر بالمواشي والحمد لله، لكن ها لا تخبر لا ابوك ولا امك. لا تطمن يا عمي ما راح اخبرهم. الله الله على هالابتسامة الجميلة. الله مستغرب، بس انا مستغرب ليش معقد نفسك وعايش في نكد. انا ما اريد ازعلك يا ولدي يا رشيد، بس اللي يشوفك في ذيك الحاله وفي ذيك الظلمه يقول عنك رجال مخرف رجولك والقبر، شايل هموم الدنيا كلها على راسك. ما حد يخلى من الهموم يا عمي. ايوه بس بصراحه حالتك ما طبيعيه. يعني انت اللي حالتك طبيعيه يا عمي؟ انا لا 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 انا حالتي غير. كيف غير؟ في ايش غير يعني؟ انا الحين اتكلم عن حالتك. مالك ومال حالتك؟ وانا اتكلم عن حالتك انت يا عمي، جاوبني علشان اعرف اجاوبك. ما اخذت من ابوك غير عناده يا ولد حارب، لكن عقلك يا ليت لو كان عنده. سلام. خير؟ الظاهر السالفه بينكم مطوله. ايش هناك؟ ابدا، بس حارب والمحامي نافع ومعاهم الدكتور راشد ترى ينتظروك في المجلس. هاي صار مؤتمر وينتظر سلام. هي 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 هي. خلي ابوي خلي يلا.
ما كان الدكتور ما راح يقصر معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي الله من جانع، ماشي أخبار؟ ماشي علوم؟ دائما علوم بالخير. يا حي الله ومرحبا. استريح استريح، حياك. اللي يشوف حالتك النفسية هذه ما يصدق الكلام اللي يقوله عنك حارب. أيوة، لكن في النهاية اطيح على رأسي أنا. صدق يا دكتور، جاني نص الليل يضرب علي الغرفة، أقول له خير مو فيك، قال حارب أبغاك توديني الحديقة. نص الليل حديقة؟ أنتوا عن إيش تتكلمون؟ علشان أفهم يعني أفهم. نحن نتكلم عن الحالة الأرضية النادرة اللي تجيك. أنا طال عمركم خير، وعمركم وعمري وعمرهم، أنا بخير الحمد لله، ما فيني شيء. لكن نحن والزملاء الأطباء اجتمعنا وبحثنا أمر هذا الموضوع، وجدناها أنها مسألة نفسية نادرة. يا جماعة لا تكبرون السالفة، الموضوع ما يستاهل، أنا الحمد لله بخير، شوفوني قدامكم ما فيني شيء. لا 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 لا، أنت بخير، أنت ما فيك شيء، لكن لما تجيك الحالة أموت أنا، أتعب أنا. تصدق يا دكتور؟ وقفني في نص الشارع، أقول له خير مالك؟ قال حارب أنا باقي شاكليته. شاكليته في الشارع العام؟ اهدى يا حارب، اهدى عشان نعرف نتكلم. أنا مستغرب من شيء واحد، أنه يعي مرحلة الطفولة بكل أبعاد إلا حالة واحدة، وهذه الحالة تكون واعي لها مثل ما عرفت من حارب. زين إيش هي الحالة؟ ذكرني بسويها. أقصد يمكن ما سويها، المهم أي حالة يا دكتور. أنا مستغرب أنك ما تعمل. هلو بعد ود الشايب، وش من الكلام هذا؟ لا تزعل مني يا سلام، الكلام اللي نتكلم فيه علمي. دكتور أرجوك، تو أنتوا يعني ما توصلتوا لحل لهذه الحالة اللي هو فيها؟ ترى أنا اللي متضرر، أنا اللي تعبان. في يوم جاني قال لي أبغى شيكل، أبغى سيالة. احنا قاسين نربي اطفال؟ احنا فاتحين حضانة؟ احنا شوف صراحة، انا والاخوة الزملاء اجتمعنا وما وجدنا الا حل واحد، الجلسات. يعني بتجلسوني فترات طويلة بدون ما اوقف؟ لا طبعا. بس عرفت، يعني بتجلسوني مع الكبارية دائما يعني. لا 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 لا، انت طبيعي تجلس مع الكبار، مع الصغار اللي يريحك. يعني ما ناقص إلا أنكم تدخلوني في شيء من مجالس، مجلس الآباء، مجلس الشورى، مجلس الدولة. لا 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 لا، ماشي من هذا الكلام اللي ذكرته، نحن بنعمل لك جلسات كهربائية. إيش؟ بتشحنوني؟